اقول بسم الله بتسويهن تمام؟ شو بسوي الحين؟ انا بس اقول بسم الله بتفوت جوا زي البذره. لورا بترجع. الامور طيبه، الجبل ما يهزريح دائما مثل ما قلت لكم، حبيت انزلها قلت خلاص ما يحتاج، شهر مضى، شهر الخير وعفى الله ما سلف. لكن نعطيكم اختصار يا اخوان. قبل مغامره شو صار؟ نحن رحنا الى سنة البر طبعا، انتم شفتوا تصوير البر. وهناك ما شاء الله فجونا بعد مجموعه من السواح اللي سويانا شويه قهوه، انا شافوا الضوء وشافوا الدلال وشافوا كل شيء. ومن بعدها تحركنا، لما تحركنا قال لي كيف نخلي المغامرة مثيرة؟ عندك حد ثقة؟ قلت له عندي حد ثقة. عندك طريقة تخلي المغامرة مثيرة؟ قال لي نعم. قلت له عندي موكلي ثقة، ما بيتكلم ما بيصور. قلت له لا أموره طيبة كمل. طبعا قلت له شو المطلوب اللي يقدر يسوي موكلي؟ طبعا هو يسميه طرزان ما يسميه موكلي. قال لي خليه يبني عباية سوداء على أساس إن نحن بنمثل إن في جني طلع شو مثل الظل اللي هو صوره، زين هو نفس الظل هو هذا كان موكلي. زين فقلت له خلاص بس نحن ما عندنا عبايه، نحن اللي عندنا لبس اسود مال غوريلا، يعني هذا نجيب العبايه السوداء نحن بنضبطها، بنخلي اليوم التليفون يحر نفس الكورونا صابته، يعني بنخلي التليفون يولع من المتابعات من الشير. مشيت يوم رحنا الكهف، بعد ما رحنا الكهف نزلنا تحت الكهف، طبعا هم بحط لكم فيديو هم يعطون تعليمات لموكلي، يقول له سوي شيء ادخل هيك واطلع هيك مع اللي تبغين احنا بنسويه، بس انت خبرنا شو خطتك. المهم الجماعه قالوا خلاص وجبنا وصرنا نزلنا الكهف. بعد ما نزلنا الكهف شوف الفيديو اللي بيها قيم يا مضوك عليه. اسمع بس اقول بسم الله بتسويهن تمام؟ شو بسوي الحين؟ انا بس اقول بسم الله بتفوت جوا زي البذره. لورا بترجع. قيم يا مضوك عليه. اسمع بس اقول بسم الله بتسويهن تمام؟ شو بسوي الحين؟ انا بس اقول بسم الله بتفوت جوا زي البذره. لورا بترجع. كيف؟ دير بالك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم دير بالك حج حج. شوف يا جاسم شفته؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا جوا اسمع هون عزام خلي بوز اسمع وجهك بوز لجوا ورا الصفا شوي. طبعا يا اخوان بعد ما صور الفبركه قلت له لو سمحت لا تنزل هذا الفيديو لان الهون من بعدها راح تتحاسب، لان القانون هني ما عندنا اي واحد يكذب او يلف يدور يتحاسب عليه. قال لي خلاص بنزلها بعد ما اروح البلاد. قلت له على كيفك. المهم هو رايح